اجتماعات سرية وخطيرة عقدتها إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، وذلك من أجل توجيه ضربة مباشرة لإيران وتحديدا للمفاعلات النووية. وبشكل طارئ العديد من وسائل الإعلام كانت قد تحدثت عن هذه الاجتماعات، مثل إيران انترناشونال التي نقلت عن عدد من الأوساط الإسرائيلية هذا الأمر، وتحدثت وأكدت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عقد 5 اجتماعات سرية من أجل توجيه ضربة على إيران، وبأن هذه الاجتماعات هي عقدت في حقيقة الأمر بحسب هذه التفاصيل التي نشرت مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع، وزير الأمن، شعبة الاستخبارات، رئيس الموساد الإسرائيلي وغيرهم من الأطراف المعنية في مثل هذه المسائل، واتفقوا على عملية رفع حالة الجهوزية التامة من أجل توجيه ضربة للمفاعلات النووية الإيرانية. وهذا يأتي بعد 3 أيام فقط تقريبا من تقرير خطير قد صدر من بلومبرغ، والذي تحدثت عنه بأن المفتشين الدوليين الموجودين في إيران، الذين طبعا يريدون التأكد من مسألة تخصيب اليورانيوم هناك، فإيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأتي نطنز وفوردو، وجدوا فجأة بحسب التفاصيل التي نشرتها طبعا بلومبرغ بأن اليورانيوم المخصب جزءا منه مخصب بنسبة 84% بدلا من 60%، وهذا يعني بأن إيران على بعد 6% فقط للتخصيب بنسبة 90%، وهذا يعتبر التخصيب العسكري الذي يؤدي بإيران مباشرة للوصول للقنبلة النووية. وأساساً التخصيب بنسبة 90% بحد ذاته حتى وإن إيران لم تذهب للقنبلة النووية يعتبر خطاً أحمراً ليس فقط لإسرائيل وإنما أيضاً للولايات المتحدة الأمريكية. حتى التفاصيل التي نشرت حول هذه القضية وهذه الاجتماعات بأن فحوى الاجتماعات 5 السرية التي سربت للإعلام بهذا الشكل الذي نتحدث عنه، بأنهم أبلغوا الولايات المتحدة الأمريكية عن فحوى هذه الاجتماعات وعن الخطة الإسرائيلية الواضحة، بل إنهم أبلغوا قيادات مهمة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول هذه المسألة، مثل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وأيضا أبلغوا فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن عليكم فعل شيء تجاه هذه المسألة. إن استمرت الأمور بهذا الشكل، وإن استمر التخصيب بهذه الطريقة، واستمرت التقارير بهذه الطريقة، فنحن سنتصرف بأنفسنا دون تردد، إن شاركتم أو لم تشاركوا سنتصرف وسنضرب هذه المفاعلات. وهذا طبعا ما ثبت من هذه القضية الخطيرة للغاية. وذكر الآتي: اجتماعات نتنياهو أسفرت عن قرار بأن إسرائيل ستتصرف بمفردها إذا لم يتدخل الآخرون، وقد تم مشاركة هذا القرار مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. وأضافت أيضا: كلما طال الانتظار، وهذا بحسب ما قاله نتنياهو في مؤتمر للأمن القومي، كلما طال الانتظار أصبح الأمر أكثر صعوبة، لقد انتظرنا طويلا، سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. كذلك قد يعتقد البعض بأن الإدارة الأمريكية ستمنع إسرائيل من توجيه مثل هذه الضربة وستقف بوجهها. Responsible Statecraft كانت قد نشرت مؤخرا بهذا الشكل، وتحديدا يوم أمس كما تلاحظون قالت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعكس هي ذاهبة مع الإسرائيليين من أجل توجيه ضربة على المفاعلات النووية مقارنة بأي إدارة سابقة، فإدارة بوش وإدارة أوباما وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقفوا ومنعوا إسرائيل من توجيه أي ضربة للمفاعلات النووية. ما تمكنت إسرائيل من تحقيقه في هذه الفترات التي ترونها مع دونالد ترامب تحديدا هو الانسحاب من الاتفاقية النووية، لكنها لم تصل إلى مرحلة الموافقة والتعاون لتوجيه مثل هذه الضربات. الآن Responsible Statecraft تتحدث بشكل واضح بأن إدارة بايدن تقف مع مثل هذه الضربة لأسباب مهمة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد وعد في وعوده الانتخابية قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بأنه جزء من سياساته الخارجية سيعود للاتفاقية النووية. والآن لاحظ التراكر الخاص ببايدن في مسألة العودة للاتفاقية النووية كان قد وصل ووصل الآن حتى اليوم وحتى هذه اللحظة التي نتحدث بها إلى الشمال، هو اقترب من الفشل في الإيفاء بوعده والوفاء
بوعده، وأساسا هو قال إن لم نعد للاتفاقية النووية وانطلقت إيران للقنبلة النووية فلن أسمح لإيران بالوصول للقنبلة النووية، وهذا أمر تحدث عنه بالعلن وحتى وعد إسرائيل بهذه القضية. والآن نحن نتحدث بأن إيران وصلت إلى تخصيب لليورانيوم بحسب تقرير بلومبرغ الذي تلاحظونه في 19 من فبراير قبل 3 أيام، وضحت بأن إيران خصبت اليورانيوم حتى نسبة 84%، لم يبقى شيء على 90% إلا 6% فقط. وكذلك التوقيت مثير للغاية الآن في حالة اتخذت فعلا إسرائيل توجيهي مثل هذه الضربة، فإيران الآن تعاني بشكل كبير في الداخل تحديدا على سعر الصرف في الداخل الإيراني. فالدولار الآن بحسب طهران بازار اليوم في الصباح تحدثت أن الدولار الأمريكي الواحد بدأ يساوي وبدأ يقترب من الوصول إلى 51,000 تومان، بل أن حتى البلومبرغ كانت قد تحدثت يوم أمس بأن إيران بدأت تتخذ عددا من الإجراءات من أجل أو عدد من القيود فرضتها الآن على مبيعات اليورو والدولار الأمريكي، لأن الناس بدأوا ودخلوا في مرحلة هلع كبيرة للغاية مع ارتفاع أسعار التصريف. الجميع، التجار، الناس، من لديه إمكانية بدأوا يشترون العملات الأجنبية، اليورو، الدولار، خاصة وأن هذا الدولار قد توقف من التدفق من العراق بعد طبعا تطبيق المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي، توقف هذا الأمر وبدأت تعاني العملة الإيرانية بشكل خطير للغاية. وعلى هذا الأساس الفكرة الأساسية هنا، وكما تحدثت أيضا إيران إنترناشونال، إن توجيه ضربة مثلا للمفاعلات النووية من قبل إسرائيل أو بتعاون الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، مثل هذا التطور هو سيزيد من السخط الشعبي في الداخل. هنالك تظاهرات، هنالك أزمة، هنالك ثورة جياع، الطبقة الوسطى تعاني أساسا في الداخل الإيراني في ظل هذه الظروف الخطيرة للغاية، مما قد يؤدي إلى تغير النظام في الداخل الإيراني الذي تعتبره أساساً إسرائيل بأنه خطر وجودي بالنسبة لها. بالتالي هو توقيت خطير للغاية الآن إن جاءت مثل هذه الضربات. الأمر قد يبدو بسيطاً عندما نتحدث عنه بهذا الشكل، ولكن الأمور ليست سهلة، فالمفاعلات النووية الإيرانية هي ليست كالمفاعل النووي العراقي الذي قصفته إسرائيل بمفردها دون أن تبلغ حتى الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القضية، أو حتى المفاعل السوري الذي وجدوه بشكل سري وضربوه. هذه المفاعلات أساسا كانت فوق سطح الأرض، مفاعل واحد فقط، وتوجهت الضربات من قبل إسرائيل من دون أي مشاكل وحققت ما تريده. هذه المفاعلات التي نتحدث عنها هي تقبع تحت الأرض، وإسرائيل لا تمتلك القنابل أساسا المتطورة التي تعتبر من قنابل الجي بي يو وهي مخترق القبوة. الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي تمتلك مثل هذه القنابل، وبالتالي وعلى هذا الأساس هي بحاجة لمساعدة الولايات المتحدة لتحقيق مثل هذه الضربات، ليس فقط لضرب المفاعلات، لا أبدا، وإنما للاستعداد لردة الفعل الإسرائيلية أو عفوا ردة الفعل الإيرانية بالصواريخ البالستية، بالطائرات المسيرة. الطائرات المسيرة ستأتي من كل مكان، الصواريخ ستأتي حتى من حزب الله اللبناني، قد تجد حماس أيضا تضرب إسرائيل بسرعة كبيرة للغاية، وبالتالي هم بحاجة لوجود الولايات المتحدة الأمريكية معهم من أجل عملية الدفاع والدفاع الناجح وامتصاص هذا الضغط الكبير القادم. طبعا هي ظروف خطيرة للغاية، إما دخلنا بها لأن الشرق الأوسط سيدخل في مرحلة زعزعة خطيرة. مع ذلك الإيرانيون كانوا قد ردوا على هذه المسألة. اليوم السيد محمد إسلامي وهو مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قال بأن المفتشين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلوا منذ يوم أمس إلى داخل الإيراني لكي يتأكدوا بأنفسهم. نحن لا نخصب اليورانيوم بنسبة 84% كما تحدث هذا التقرير من بلومبرغ. هنالك تشويه للحقائق، وهنالك الحقيقة الأساسية الثابتة في إيران بأننا نخصب بنسبة 60%. نتيجة تخصيب اليورانيوم لا تعني بأننا قد خصبنا بنسبة 84% كما يتحدث هذا التقرير. وبالتالي لإزالة الغموض، ها هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي تفتش، وستسمعون منها التقرير. مع ذلك بالنسبة لإسرائيل هي
حتى 60% عالية بالنسبة لها، وهي تحاول الاقتراب من الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا، وذلك من خلال الذهاب بعيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة هم أمريكا وإدارة بايدن، ألا وهي الحرب الروسية الأوكرانية. فإسرائيل فجأة أرسلت وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي التقى مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكان فلاديمير زيلينسكي قد وجه دعوة من خلال وزير خارجية إسرائيل، قال له ندعو نتنياهو لكي يأتي إلى كييف. وكريدل كانت قد أكدت هذه المسألة أساسا، وأكدت أن نتنياهو بدأ فعلا بدراسة الذهاب إلى كييف، وهذا يعني بأنه سيصف مع كييف وسيصف مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة والنيتو ضد روسيا، لم يعد وسيغلق كل الاتصالات مع روسيا. اعتدنا أن نرى إسرائيل في تعاون مع روسيا، تعاون مع الصين وغيرها، ستغلق الطريق تماما إسرائيل مع روسيا من أجل أن تتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق ما تريده من هذه الضربة الخطيرة التي قد تهدف لها طبعا في الأيام القادمة. الولايات المتحدة بالنسبة لها مسألة أوكرانيا الآن مهمة للغاية. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في كييف مؤخرا، بعد ذلك كانت هنالك زيارة من الكونغرس الأمريكي، تحديدا من الجمهوريين، كما ترون هنا مايكل ماكول وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية للجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، التقى مؤخرا بعد زيارة بايدن مباشرة التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتحدث عن مسألة أن واشنطن بدأت تتحرك لإرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، وكذلك طائرات F-16، وهذا ما ذكرته رويترز أساسا في هذا الصدد يوم أمس، وقالت الزخم في واشنطن، هذا ما قاله ماكول، الزخم في واشنطن يتحول نحو إرسال نظام الصواريخ التكتيكية للجيش وطائرات F-16 إلى أوكرانيا. فبايدن بعد مغادرته أساسا لكييف ووصل مباشرة إلى بولندا، كانت في بولندا، في بولند اللائحات تقول بايدن ارسل طائرات F-16 لأوكرانيا، الناس الجميع يطالبون منه إرسال طائرات حربية حاله وحال الدول الأخرى مثل بريطانيا التي تدرس هذا الأمر وغيرها من هذه التفاصيل. بالتالي استثمار أمريكي كبير في هذه الحرب وأوروبي كبير تحاول إسرائيل طبعا استغلاله، فعلى أرض المعركة رغم كل الدعم لأوكرانيا لا أوكرانيا تتراجع، وتتراجع في دانييتسك، وتتراجع في أهم المناطق ألا وهي باخموت وإلى شمال باخموت. فتفاصيل قد نشرت، وهذه هي باخموت إلى شمال باخموت تحديدا، لا زالت أوكرانيا تتراجع، أوكرانيا لا تحقق التقدم، هي تدافع نعم ولكنها لا تحقق النتيجة التي تبحث عنها على الأقل حتى اللحظة هذه التي نتحدث عنها. فعلى سبيل المثال هم موجودين في برخيفكا لا زالوا، وكذلك هم متواجدين في هذه المناطق التي ترونها، وهنالك أيضا تواجد في هذه المنطقة تقريبا، القوات الروسية طبعا هي تسيطر على هذه المناطق مثل كاراسناغورا باراسكوفيفكا، وتسيطر أيضا على بيغودنا هنا، وأيضا بدأت تقترب، وأساسا الأنباء تتحدث بأنها سيطرت على هذه المنطقة التي ترونها. التفاصيل الجديدة بحسب ما يتحدث عنه الأوكرانيون وكذلك الروس، هنالك تقارير متضاربة، الروس يتحدثون مثل وور غونزو كانت قد قالت بأن الآن الروس تقدموا وسيطروا على ياغدنا التي ترونها هنا، وبأن أنهم أساسا قد دخلوا في الفترة الماضية وسيطروا على الشرق وعلى شمال برخيفكا، وبالتالي بالنسبة طبعا للروس بدأوا يتقدمون، وتحديدا نحن نتحدث هنا عن سرية فاغنر هي التي تحقق هذه النتائج. ويجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة بأن الخطر أصبح متوجها إلى آخر طريق هنا، كما تلاحظون هو طريق يأتي من تشازفيار إلى باخموت، كل الطرق الرئيسية قد قطعت، بقي فقط هذا الطريق الذي تستخدمه أوكرانيا في عمليات الدعم. طبعا بالنسبة لروسيا الآن هنالك اشتباكات كبيرة تأتي في هذه المنطقة، لكن الأنباء حتى اليوم تتحدث أنهم قد سيطروا عليها، وإن فعلا سيطروا على ياغدنا وقاموا بالسيطرة على برخيفكا التي اخترقوها الآن ودخلوا في مرحلة وفي اشتباكات وحرب شوارع خطيرة، فإن هذا يفتح الباب طبعا للقوات الروسية أن تسيطر على هذه المرتفعات، أن تسقط هذا الطريق الذي ترونه عسكريا، بل أيضا التقدم بهذا الشكل وحتى التقدم من ياغدنا قد يكون هو الأكثر منطقية بالنسبة لقوات فاغنر، وأن تهاجم هذه المدينة التي هي طبعا تحت سيطرة الأوكرانيين حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها، وهي خورموف بهذا الاتجاه. وبالتالي إن ما سيطروا على هذه المنطقة هذا يعني إغلاق المنطقة تماما
على باخموت وجعل القوات الأوكرانية في ظروف صعبة ويصعبون الظروف عليها. بالتالي المنطقة الشمالية خطيرة للغاية. مع ذلك فإن محاولات الروس أساسا هي ليست سهلة، هنالك عملية اختراقات من هذا الاتجاه من أجل التقدم إلى هذه المرتفعات، تتعرض فيها القوات الروسية إلى ضغط كبير وإلى ضربات كبيرة من القوات الأوكرانية بصواريخ الهايمرس طبعا الأمريكية وبالمدفعية الأمريكية M777 هاوتزر، وبالتالي هنالك الكثير من العمل الذي يأتي في هذه المنطقة التي نتحدث عنها، وهنالك مقطعا قد نشر يوم أمس لهذه الضربات التي يقوم بها الأوكرانيين من أجل إفشال واستنزاف قوات فاغنر التي تقوم بهذا الالتفاف على باخموت. إذا ما ألقينا نظرة الآن على هذه الضربات ستلاحظ أولا بأن قوات فاغنر كيف إنها تتحرك بهذا الشكل الذي تلاحظونه في هذه المنطقة تحديدا العشبية، وبعدها فجأة يأتي التصوير من القوات الأوكرانية بحد ذاتها بأنهم قد ضربوا هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي هم يوقفون عملية الإغلاق التي تأتي إلى باخموت. هل فعلا هذه في باخموت؟ هذا الأمر يجب أن نتأكد منه الآن. إذا ما عدنا الآن إلى الشاشة بسرعة وقمنا بالنظر إلى هذه اللقطة تحديدا التي ترونها، فسنقوم بعملية تحديدها بسرعة لكي نرى هذه المنطقة التي ضربت. نفس اللقطة طبعا هنالك شكل مميز بهذا الشكل الذي ترونه، وأيضا هنالك أعشاب واضحة جدا أو أشجار وكأنها في خطين واضحة، وأيضا أمام شكل آخر. نعم الأشكال ستفيد تماما في عملية ضبط المنطقة وضبط شكلها، وأيضا نحن أمام أشجار بهذا الاتجاه تقريبا الذي ترونه، هي تأتي مكثفة نوعا ما أو كثيفة نوعا ما، قد تعتبر نقطة معينة بالنسبة لنا لتحديد هذا الموقع. إذا نتجه إلى القمر الصناعي بسرعة لتحديد هذا الموقع. ها هي باخموت. إذا ما اتجهنا وذهبنا بهذا الطريق إلى الشمال ستلاحظ بأن خطين أمامنا وشكل مثلث كما لاحظ، ليتجه 100 ونأخذ 180 درجة الآن بهذه الطريقة، ستجد نفسك بأنك أمام نفس العلامات التي ظهرت لنا في هذا الموقع. هذه هي الأشجار التي لاحظناها، وهذه هي أيضا الخطين التي من الأشجار التي على ما يبدو بأنهم كانوا يستغلونها بالنسبة طبعا لقوات فاغنر، وأيضا كما نلاحظ هذا هو الشكل المميز الذي تحدثنا عنه تقريبا بالنسبة لما جاء من هذه اللقطة. وعلى هذا الأساس واضح جدا أن الضربات من خلال هذه العلامات هي كانت تأتي هنا وفاغنر تضرب هنا، ولكن فاغنر لا زالت تحاول، تريد قطع الطرق، تريد الاستمرار من أجل قطع الطريق بسرعة في شمال باخموت والاستمرار إلى المرتفعات. وعلى هذا الأساس نحن فعلا أمام تطورات كبيرة، وبالنسبة لإسرائيل واضح أن وقوفها الآن في هذه الظروف مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الغرب، مع الناتو، وتغيير موقفها مع روسيا وغلق الاتصالات مع روسيا، قد يغير الكثير من الأمور حتى من تفكير الولايات المتحدة في مسألة الدبلوماسية مع إيران في العودة للاتفاقية النووية. We'll be right back.